مشاهدينا، ما أهمية الانتصارات التي يحققها الثوار بريف إدلب وما أثرها الإيجابي على باقي الجبهات؟ خلينا نبلش جولتنا لليوم بتعرف على آراء أهالي الغوطة الشرقية بانتصارات إدلب، ونرجع لأول مواضيعنا لليوم. يسعد صباحكم مشاهدينا. انتصارات ثوار إدلب وتحريرهم للمدينة والاقتراب من المدن الساحلية واللي بتعتبر خزان بشري لشبيحة النظام رجع كتير من التفاؤل للثورة وأعاد الأمل للناس في تحقيق النصر. تابعونا وخلينا نسمع ونشوف آراء أهالي الغوطة الشرقية بهي الانتصارات. إن شاء الله رجعت الثورة من أول وجديد بإذن الله تعالى. هي أيام وإن شاء الله بإذن الله هالانتصارات حتكون إلنا لقلب الشوم. انتصارات إدلب وأدرعا ما في أروع منا بإذن الله. والله الله يقويهم وإن شاء الله هيك الشباب عنا يغاروا منه ويصير عنا مثل هنيك. بتمنى يصير انتصارات عظيمة تطلع تصير درعا وحمص كلياتها. يعني الانتصارات والجيش اللي عم يتقدم الحمد لله، يعني بتروح على قلب الواحد شوف الشيء هذا. ما في اجمل من هيك ابدا، وان شاء الله النصر قريب قريبا جدا جدا، وان شاء الله باذن الله بهالفتره القريبه ان شاء الله رح نكون بوسط جامع الاموي عم نصلي باذن الله تعالى. ما في احلى من هيك. نتمنى نحن من الفصائل اللي عنا قاعدين بالغوطة يشتغلوا بس نفس الشغل بابنا لا أكثر ولا أقل. الله يقوي، انتصر انتصارات كبيرة جدا ما توقعنا هيك صراحة، حررنا بالكامل. الله يقوي. الحمد لله العالم يعني مبسوطة خير الله، وكتير يعني المسلمين يعني مرتاح قلبهم كتير، بس بدنا هون يعني إنه يحركوا حالهم شوي. احنا بنطلب وبنتمنى من كافة الفصائل المقاتلة بالغوطة الشرقية وعلى رأسهم الشيخ زهران قائد جيش الإسلام وقائد الفيلق الرحمن أبو النصر وأحرار الشام وكافة الفصائل العاملة في الغوطة الشرقية إنه نحن بايعناهم وقفنا معهم ضحينا بالغالي والنفيس وضلينا هلأ صرنا 3 سنين بالحصار. الأطفال عنا والشيوخة متموت من قلة الغذاء والدواء ولا كهرباء ولا ما ولا في شيء، هاي معروفة بالحصار بالغوطة صرنا كذا ولساتهم قاعدين. نحن بنتمنى إنه يحركوا الجبهات ويفزوا على الشام، مفروض هلا يورجونا شيء، يعني آن الأوان إنه يورجونا شيء. هاي الانتصارات بإدلب بدرعة وإن شاء الله بحما وبحلب وبسهل الغاب، نحن لازم عاد نتحرك من هون. والله انتصارات عظيمة وهالمجاهدين الله إله يخلينا إياهم مجاهد حبيب محمد وشد بأزرهم يا رب، ونحن عم ندعي لهم بالجوامع وليل نهار. شيء بيرفع الراس والله. إن شاء الله يا رب الله يقويهم، بنتمنى هون بالغوطة إن شاء الله يا رب بإذن الله بأقرب فرصة إن شاء الله. عشام إن شاء الله بإذن الله. لا كمان حيكونوا قريبين من معاقل النظام، وإن شاء الله على ما يبدو آخر ورقة للنظام عم بيلعب فيها، وإن شاء الله النصر قريب قريب إن شاء الله، ونطمئن ونبشر الشعب السوري بأنه النصر حليفنا. ولا منتراجع أبدا أبدا، مهما طفل صغير موجود عنا وبيدمنا لحنا واقفين وصامدين بإذن الله على الأبواب، وعشر سنين وعشرين سنة وحتى يروح هالطاغية حتى يزول عنها الطاغية بإذن الله. الحمد لله عم يحققوا انتصارات منيحة، والله ينصرون. لا شك إنه أي وسيلة ضغط كبيرة بالنسبة على يعني حتى للجلوس على مائدة المفاوضة، بس نتأمل نحن إنه وراء الانتصارات هاي يعني مائدة المفاوضات ما عاد إلى جدوى. حيا وإن شاء الله عبال عنا هون بالغوطة والمحافظات كلياتها مشان نفك الحصار ونخلص من النظام الجائر والإرهابي الأول في العالم كله هو بشار الأسد. إن شاء الله إن شاء الله انتصارات إدلب إن شاء الله هي يعني بداية النهاية، يعني بس يصير الشغل الحمد لله من فضل الله، جهود الشباب مع بعضنا البعض بيخلقوا المعجزات. عرفتوا بدي أقول إن شاء الله عبال عنا هون بالغوطة الشرقية بقى والفتح على الشام بإذن الله. نتمنى هاي الانتصارات تكون على جميع جبهات الغوطة الشرقية لتأيد فرحة النصر وتفرح قلوب المحاصرين. كان معكم من الغوطة الشرقية هادي أبو ريان أبو الهودة خالد.